ماكو عاقل يختلف على نجاح مشروع بسماية الاستثماري. ماكو واحد ما يقول انه مشروع بسماية يقول مشروع فاشل، لا، مشروع ناجح وخدم يعني على الاقل فد 100,000 عائلة خدمها هذا المشروع، مشروع مرتب نظيف مخدوم وبأسعار معقولة. أما باقي الاستثمار فهو يعني مضيعة للجهد والمال ولا يعد من الاستثمار بشيء. هذه المجمعات السكنية الفخمة اللي تشوفيها ليس لها علاقة بالاستثمار، هذه تدخل بالمضاربات وتدخل بالبيع المتبادل بين أثرياء العراق. ماكو مواطن يستطيع، لكن هذه المساحات في وسط بغداد أستاذ، في وسط بغداد يعني خنقتها البغداد، أنت تمشي وتشوف مجمعات سكنية. هذا أحسنتي، هذا جانب. أي. أولاً مشاريع استثمار ما يصير بالمناطق المكتظة، مو صحيح؟ يعني هاي واحدة من النقاط الأساسية. ليش أقول لك أكو سوء تخطيط؟ ماكو تخطيط.